أخبار اليوم. مجرد بندخل عندنا المواطن بيستقبله هنا الاستعلام عندي بيديله رقم انتظار بيشوف ايه الخدمه اللي هو بيحتاجها بيطبع له كمان الطلب بيساعد كمان ان هم لا يجد القراءه والكتابه لا ده بيكتب له الطلب ويتفضل يستريح رقم قومي اعرف ان جاني امتى ووصلت ايه عندي الطلبه رقم الخدمه ايوه هسجل رقم القومي تمام موجود على الخط عايز خدمه معينه ممكن هو نفسه يكون مكان لكبار السن يعني يكون بيخدم على لان مش دايما هتلاقي ان الشباك ممكن يكون متغطي بعمل لي كبار السن ممكن يشتغل كان في كم فصل وكان؟ كان في 18 فصل وكان في 22 فصل. تمام. والعمل الاول تمام. تمام انا شايف من فوق. هو ده مشكلة ولا ايه؟ يا رب 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 يا